Signore e signori, benvenuti a un nuovo episodio del vostro amato programma Il Papa. زمان إيطاليا كانت مشهورة بحاجتين، المافيا والبيتزا، وفي الكرة كانت معروفة بالكاتيناتشو أو اللعب الدفاع البحر، لكن ده قبل ما يجي تاجر أحذية يثور على ده كله ويغير فلسفة اللعبة ويصنع واحد من أعظم الفرق اللي لعبت كورة في التاريخ. حاجة كده في قوة المافيا وبطعم وريحة البيتزا الإيطالي، ويبقى الملهم للمدربين الصف الأول دلوقتي زي كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والأهم من كده إنه يبقى بابا حلقتنا النهارده. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. في سنة 86 لما قرر الإعلامي ورجل الأعمال والسياسي الإيطالي سيلفيو برلسكوني اللي بقى بعد كده رئيس وزراء يشتري نادي إيسي ميلان، كان النادي في حالة يرثى لها بعد فضيحة توتونيرو سنة 80 اللي هبط النادي بسببها للدرجة الثانية، فبالتالي عدد من اللاعبين الكبار قرروا ان هم يسيبوا الفريق، وحتى بعد صعوده في الموسم التالي حصل على المركز 14 قبل ما تيجي الضربة القاضية ويصحى الطليان على خبر هروب رئيس النادي جوزيبي فارينا بشوية الفلوس اللي باقيين في الخزنة. لكن برلسكوني جه وقف أمام العالم وقال جملته الخالدة: سأجعل العالم يعرفون إيطاليا بأنها بلد المافيا البيتزا وميلان. وفعلا ما ضيعش وقت، مع اول ميركاتو وهاتك يا افساد كروي اشترى لاعبين شباب زي كارلو انشيلوتي ودوناروني وفليبو جالي، ده غير الفطاحل اللي كانوا موجودين في النادي زي باريزي وكوستا كورتا وشاب صغير كده اسمه باولو مالديني. بس للاسف اول موسم للفرقه القويه دي ما كانش احسن حاجه، وفنشت الدوري في المركز الخامس قبل ما يقابل اسوأ واجمل مطب على يد سينيور اريجو. على ضفاف نهر سينيو ولد اريجو ساكي سنه 46 في مقاطعه فوزينيانو في مدينه رافينا الايطاليه. طبعا بدا شغفه بكره القدم من طفولته، لكن كان اكبر من موهبته، وده اللي خلى مسيرته كلاعب ما خرجتش عن نطاق انديه الهواه وما توصلش لمرحله الاحتراف. لعب في البدايه لفريق الهواه فوزينيانو كذا سنه، وبعدين انتقل لفريق جنبه اسمه براكا لوجو، وفي نفس الوقت كان بيبيع احذيه في مصنع والده. وبعد سنتين لعبهم في الفريق قرر يعتزل وهو عنده 26 سنه بس، وده بسبب ضعف مستواه الفني اللي خلاه ما كانش بيشارك. وبيقول ساكي ان الافكار اللي كانت في عقله ساعتها ما كانش بيقدر ينفذها في الملعب. وهنا اكتشف ساكي انه ما اتولدش عشان يكون لاعب، هو اتولد عشان يكون مدرب، فقرر يعتزل ويدرب فريق براكا لوجو. وخلال الفتره دي ظهرت موهبته كمدرب، نقل بسرعة لتدريب نادي بيلاريا في الدرجة الرابعة. ساكي هو صغير كان بيحب يتفرج على الفرق الهجومية، وخاصة ريال مدريد في الخمسينات اللي فاز بدوري الأبطال في نسخته القديمة 5 مرات متتالية، ومنتخب هولندا في السبعينات بقيادة أسطورة الأساطير يوهان كرويف. وبعد ما ساكي سمع مع بيلاريا جاله عرض إنه يدرب فريق الناشئين في نادي شيزينا اللي بيلعب في الدرجة التانية، بس هو كان اترقى في مصنع والده وبقى مدير وبيقبض كويس، لكن هو قرر يسيب المصنع ويقتحم المجهول. وبعد شيزينا جات له الفرصة يدرب نادي ريميني في الدرجة التالتة، وبالفعل استغلها أحسن استغلال، وكان على وشك يفوز معاهم بالدوري، وده كان كافي جدا لتأهيله لتدريب فريق الناشئين في نادي فيورنتينا في الدرجة الأولى، وحقق معاهم نجاحات لفتت أنظار نادي بارما الإيطالي اللي تفجرت معاه مواهبه التدريبية ووصلت لذروتها في كأس إيطاليا لما قدر يقصي العملاق ميلان. وده المطب اللي خلى برلسكوني ما يترددش عشان يقرر يسلم مشروع الضغط لواحد أول مرة يشوف. طبعا قرار تعيين ساكي كان مثير للجدل، وجميع الصحف والنقاد والجماهير قالوا: مين ده اللي انتوا جايبينه عشان يدرب ميلان؟ وإزاي لاعب فاشل هيبقى مدرب ناجح؟ ده تلاقي برلسكوني لما كان لاعب هاوي كان بيلعب أحسن منه. لكن ساكي قدر بذكاء يرد على كل ده بجملة واحدة في المؤتمر الصحفي ويقول: ما كنتش اعرف ابدا انه عشان تكون فارس لازم تبقى حصان الاول. قدر الرد ده يسكت الصحافه شويه ويخلي الراجل يشوف شغله في هدوء رفقه مدربه المساعد فابيو كابيلو. كمان بيرلسكوني قال ما بدهاش، وداز بنزين على الاخر وخطف الاسطوره الهولنديه ماركو فان باستن بعد خناقه مع ريال مدريد وبرشلونه، وقام جايب معاه كمان بلدياته الغزال الاسمراني رودخوليت بناء على طلب من ساكي، ده غير فرانك ريكارد اللي حصلهم في الموسم اللي بعده. وانتظر الجميع يتفرج ساكي هيعمل ايه بالفراري اللي في ايده. وبالفعل مع انطلاق الموسم الناس شافت ثوره كرويه، ميلان بيلعب كره هجوميه وضغط عالي وبيحقق اول لقب دوري ليه من 9 سنين والتاني في 20 سنه، وطول البطوله ما استقبلش غير 14 هدف فقط، بعديها يكسب السوبر ويتجه للمشاركه في دوري ابطال اوروبا اللي كان ساعتها اسمه الكاس الاوروبي. يبدا ميلان مشواره في الكاس الاوروبي، وفي دور ال 32 يواجه فيتوشا صوفيا البلغاري ويكسبه 7-2 بمجموع اللقاءين، وفي دور ال 16 يتخطى ريد ستار بلغراد الصربي بصعوبه بضربات الجزاء، وفي ربع النهائي يتخطى فيردر بريمن عشان يقابل الوحش في نصف النهائي وهو ريال مدريد اللي اقصى بي اس في ايندهوفن حامل اللقب واللي كان بيلعب ليه ساعتها ادى هي روماريو. مع نهايه الشوط الاول من مباراه الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد وسط 95,000 مشجع بيسجل هوجو سانشيز الهدف الاول للملكي، وتتجه المباراه صالح اصحاب الارض قبل ما يخطف فان باستن هدف التعادل في اخر ربع ساعه عشان يكون حسم المعركه في ملعب سان سيرو. وفي مباراه العوده تحصل الصدمه الكبرى ويكتسح الروسينيري ميلان الارستقراطي مدريد بخماسيه نظيفه من توقيع انشيلوتي وفرانك ريكارد ورودخوليت وفان باستن ودونادوني، عشان يخرج ساكي كل الالسنه حتى قبل المباراه النهائيه اللي فاز بيها بسهوله برباعيه امام استيوا بوخارست، عشان يتوج ميلان بثالث ارقابه الاوروبيه موسم 88 89 ويحصل فان باستن على لقب هداف البطوله. وفي الموسم التالي
التالي بيفوز ميلان بالسوبر الاوروبي وبعدين كاس الانتر كونتيننتال عشان يبقوا ابطال العالم. وبيواجه ساكي سؤال صعب، هتعمل ايه في الموسم الجديد بعد ما فزت بكل الالقاب دي؟ فبيرد بكل بساطه، دعونا ننسى بطولات الماضي ونكسب بطولات جديده. وبالفعل بيفوز ميلان بدوري الابطال للمره الثانيه على التوالي في انجاز ما تكررش لحد سنه 2017، وكمان بيفوز بالانتر كونتيننتال عشان مجله وورلد سوكر تصنف ميلان ساكي كافضل فريق كره قدم في التاريخ. لكن في الموسم التالي ميلان بيخسر الدوري لصالح سامدوريا، وبيخسر نهائي كاس ايطاليا قدام يوفنتوس. مش بس كده، ميلان بيخرج كمان من دور الابطال بطريقه غريبه جدا. كانوا بيلعبوا مارسيليا في ربع النهائي في فرنسا والنور قطع، وبعد ما النور جه رفض ميلان يكمل المباراه عشان الاتحاد الاوروبي ياخد قرار قاسي ويقرر ان هو يقصي ميلان من البطوله. وبرغم النجاحات المبهره في الموسمين اللي فاتوا، ساد اعتقاد ان دي بدايه انهيار الفريق وان ميلان ساكي خلاص انتهى. في نهايه الموسم بيطلب الاتحاد الايطالي من ساكي انه يدرب المنتخب، وطبعا بيرلسكوني ما صدق ووافق وعين مكانه مساعد بتاعه كابيلو اللي كمل مسيره ساكي بنفس الاسلوب ورجع الفريق لانتصاراته وفاز بالدوري ودوري الابطال. تولى ساكي قياده الاتزوري سنه 91 وقدر يصعد لكاس العالم سنه 94، اللي على الرغم من البدايه غير المبشره بالهزيمه من ايرلندا، وصل بالمنتخب الايطالي الى مباراه نهائيه لاول مره من سنه 82 امام البرازيل، لكن الحظ بيرفض يقف معاه وفي ضربات الجزاء يغزله باريزي وكمان الجوهره روبرتو باجيو اللي ضيع اشهر ضربه جزاء يمكن في التاريخ ومعاها المونديال، وممكن كمان نقول انه ضيع معاها مسيره ساكي بحاله. بعد البطوله دي ساكي فقد بريقه، خرجت ايطاليا من دور المجموعات في يورو 96، بعدها رجع تاني لميلان لكن كانت فتره سيئه جدا، نهى الدوري في المركز ال11 وتلقى اسوا هزيمه في تاريخ النادي في الدوري امام يوفنتوس بنتيجه 6-1. بعدها عاش تجربه فاشله مع اتلتيكو مدريد وبعدها مع بارما، ثم تعين لفتره مدير كوره في ريال مدريد، واخيرا اصبح منسق فني للاتحاد الايطالي. في اقل من 10 سنين اللي هي فتره توهج ساكي، قدر ياثر في كره القدم لحد النهارده. ساكي كان متاثر بالكره الشامله ودي من اشهر نظريات كره القدم، وخرجت من النمسا في الثلاثينات ومرت بعدة تطورات اهمها كان على ايد رينوس ميخيلز مدرب هولندا في السبعينات واللي استلهم منه يوهان كرويف فلسفته. الكره الشامله باختصار بتعتمد على المرونه في تبادل المراكز والادوار بين اللاعبين، وان الفريق يتحرك ككتله متجانسه سواء في الدفاع او في الهجوم، زي ما بيلخصها كرويف في جملته ان تكون في المكان المناسب في اللحظه المناسبه. اريجو ساكي بالكره الشامله صار على الكره الايطاليه الدفاعيه وحقق المعادله الصعبه بين الكره الجميله والدفاع القوي، وقال لو عايز يكون لك مكان في التاريخ فانت مش محتاج بس تكسب، لازم تمتع. ساكي قال ان فريقه في ميلان كان اقرب مجموعه للكمال، وده مش عشان النجوم اللي فيه ومهاراتهم الفرديه، ده عشان كانوا اذكياء وكانوا فريق متحرك ومنظم بيهاجم ويدافع بانسجام. كان بيقول اللعيبه لو انت بعيد عن زملائك في الفريق فده معناه ان انتوا مش فريق. كان بيلعب بطريقه 4-4-2 ودفاعيا لغى فكره الليبرو والمان تو مان وبدلها فكره دفاع المنطقه او الزون ديفنس، وكان بيعتمد على تضييق المساحات على الخصم والضغط عليه، وان المسافه بين خط الهجوم وخط الدفاع ما تزيدش عن 25 متر بس. نفس الشيء في التحول الهجومي بشكل جماعي والتحرك بدون كره وخلق المساحات وتبادل المراكز، وعشان كده كان بيدرب كل لاعب انه يلعب في اكتر من مركز. الافكار كانت بسيطه لكن الصعوبه في تنفيذها، عشان كده كانت تدريبات ساكي عسكريه صعبه جدا ومرهقه بدنيا، احمال زياده ومعدلات جري مضاعفه والتدريب على السيناريوهات بشكل دقيق، لدرجه انه كان بيدربهم على الارتجال عشان كل واحد يعرف ادواره في الملعب وازاي يتحركوا دايما في الاماكن الصح وتغربوا على الكثافة العددية ويكونوا سابقين الخصم مش رد فعل، وده مبدأ أساسي في الكرة الشاملة اللي هي بتكون استباقية. أنشيلوتي قال في كتابه أن طريقة ساكي في التدريبات كانت بتعتمد على تدريب اللاعبين على مواجهة المواقف اللي هيقابلوها في المباريات، وقال أنه نفذ كتير من الدروس والأساليب اللي اتعلمها منه في تدريب ريال مدريد اللي فاز معاه بدوري الأبطال في سنة 2013. وفي حوار صحفي ليه قال أنه بيعتبر جوارديولا وكلوب هم خلفائه في التدريب، وأن هم مبتكرين وبيساعدوا لاعبتهم على الإبداع، وأهم شيء أن هم عارفين أن واجبهم الأول إمتاع الجمهور. وفي حوار تاني قال أن جوارديولا ومورينيو هم اتنين بيكاسو في عصر واحد، وان الاثنين قدموا الكره الشامله ببراعه بس كل واحد بطريقته، لكنه اكد ان جوارديولا نفذ اللي كان نفسه يوصل له مع ميلان. خلصت حكايتنا النهارده، مستنيين ارائكم وتعليقاتكم وعايزين تشوفوا مين في الحلقات الجايه من البابا.